نماذج مضيئة من السيدات المصريات المشرفات في مختلف المجالات. الدكتورة نادية اسكندر زخاري، وزيرة البحث العلمي سابقاً، الحائزة على جائزة الدولة التقديرية، ضمن العالمات الفائزات بجوائز الرواد والمرأة، صنفتها فوربس العالمية المرأة الأولى الأكثر إيجابية ونشاطاً في مصر ورقم 16 بين النساء في العالم العربي. الدكتورة نجلاء أنور مصطفى الأهواني، وزيرة التعاون الدولي سابقاً، أستاذة الاقتصاد بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، المديرة التنفيذية وكبيرة الاقتصاديين بالمركز المصري للدراسات الاقتصادية، مثلت مصر في العديد من المؤسسات الدولية. مهما كانت الظروف مصر قالت فرصتك خلينا نشوف، احنا واخدين على التحدي مهما كانت الظروف، مصر قالت استعدي فرصتك خلينا نشوف. الأخت سميحة راغب بشاي، رائدة التعليم في مصر، مديرة مدرسة القديس يوسف بالزمالك، قضت أكثر من 50 عاماً في خدمة التعليم في مصر، حصلت على العديد من الجوائز وشهادات التقدير والتكريمات من المحافل المحلية والدولية. وهي مسؤولة وقوية، الرسالة باينة واضحة، دورنا في الفترة اللي جاية، دورنا أكبر وإحنا نقدر، إحنا قد المسؤولية. بنت مصر وهي ناجحة، وهي مسؤولة وقوية، الرسالة باينة واضحة، دورنا في الفترة اللي جاية، دورنا أكبر وإحنا نقدر، إحنا قد المسؤولية. دكتورة منى صالح الصبان، أستاذة المونتاج بالمعهد العالي للسينما، الحائزة على جائزة الدولة للتفوق في مجال الفنون، مؤسسة أول مدرسة من نوعها في الوطن العربي لتعليم فنون السينما والتلفزيون عن بعد. الدكتورة ميسة أنور المفتي، صاحبة فكرة المشروع القومي لمحو الأمية، أستاذة جامعية تخصصت في علم نفس الأطفال، ووضعت أمامها هدفاً واحداً وهو محو الأمية في مصر. كل
اللي معنا حلم وانسى الكرامة السعادة السلامة والإرادة أي كلمة أي همسة تنتهي بتاء المؤنس يعني انسى ده الحياة في الأصل انسى. الدكتورة تيسير توفيق أبو النصر عميدة كلية الهندسة في جامعة أوتوا بكندا سابقاً وعميدة كلية العلوم التطبيقية بجامعة بريتش كولومبيا سابقاً حازت على وسام ولاية أونتاريو الكندية ووسام الملكة لليوبيل الماسي شاركت في تأسيس مبادرة أكاديمية البحث العلمي لإنشاء مكاتب نقل التكنولوجيا بالجامعات والمراكز البحثية. دكتورة ريهام عبد الله سلامة نصر مديرة مرصد الأزهر لمكافحة التطرف إحدى القيادات النسائية العاملة في مجال مكافحة التطرف العنيف وإحلال السلام أسهمت في إصدارات اللغة الأوردية من ترجمات ومراجعات للكتب ولعدد كبير من المقالات. الراهبة دميانة بالميلاد ماري مديرة مدرسة المحبة الخاصة أسست مدرسة المحبة بمنطقة الزرائب بعصبة النخل لخدمة أبناء المنطقة قدمت العديد من الخدمات التعليمية والصحية للطلاب والعاملين بالمدرسة كما قدمت برامج علاجية للطلاب الذين لديهم صعوبات تعلم من خلال المدرسة أو خارج المدرسة.